السكريات الوحيدية الموجودة في الدم وبخليها تروح للخلايا عن طريق الغشاء، فما تقدرش تعدي الغشاء إلا مع إيه الفيزا بتاعتها، والفيزا بتاعتها هي الأنسولين، فيدخلها جوه الخلايا فيتحرق جوه الخلايا فيحصل له أكسدة عشان يعمل طاقة وكده، أو يتحول لدهون أو حاجة تانية ما لناش علاقة بيها دلوقتي. فإحنا ده بالنسبة لإيه لسكر الجلوكوز. طيب سكر الفركتوز، سكر الفركتوز ده قريب الوزير بتاع الغدد كلها، فبيدخل عن طريق غشاء الخلية بدون أي واسطة، مش محتاج الأنسولين معاه ولا أي واسطة عشان تدخله داخل الخلايا عشان يتحرق، فبيدخل طبيعي. ولذلك مرضى السكر بتوصى بإيه، بإنهم بياكلوا فاكهة وحاجات فيها سكر فركتوز، وبيبتعدوا عن سكر الجلوكوز. بعد كده عندنا التحكم في العلاقة بين الجلايكوجين المخزن والمنفرد في الدم، حيث يحفز تحفز الجلوكوز إلى جلايكوجين يخزن في الكبد، الجلوكوز يخزن في الكبد إلى جلايكوجين يخزن في الكبد والعضلات، أو مواد دهنية، مواد دهنية تخزن في أنسجة الجسم المختلفة. فمعناه إن مثلا تلاقي واحد عنده السمنة، مش شرط السمنة إنه بياكل دهون، لا، المواد الكربوهيدراتية والنشويات اللي هي المواد السكرية دي بتتحول، السكريات بتاعتها بتتحول إلى جلايكوجين يخزن في الكبد والعضلات، أو بتتحول إلى مواد دهنية تخزن في أنسجة الجسم المختلفة، رغم إنها مواد إيه، مواد كربوهيدرات يخزن في الكبد والعضلات زي ما قلنا، أو مواد دهنية تخزن في أنسجة الجسم المختلفة، وده اللي هو الجلوكوز، وده اللي بيعمله إيه موضوع الأنسولين. يبقى التحكم في العلاقة بين الجلايكوجين المخزن المنفرد أو المخزن في الكبد أو المنفرد في الدم، حيث يحفز تحفل تحفز حيث يحفز تحول الجلوكوز الى ايه، يا اما جلوكوز في الكبد، في جلوكوجين مخزن في الكبد والعضلات، يا اما مواد دهنية تخزن في انسجة الجسم المختلفة. يبقى عندنا على طول الجلوكوز مع هرمون الانسولين يدينا جلايكوجين او مواد دهنية، الجلايكوجين يخزن في الكبد والعضلات، او ما المواد الدهنية تخزن ايه في انسجة العضلات المختلفة فيؤدي الى السمنة. فالسمنة مش موضوع انك تاكل دهون، الدهون ما تعملش سمنة، لكن اللي بيعمل سمنة مواد النشويات والكربوهيدرات. طيب نقص افراز الانسولين، نقص افراز الانسولين او هرمون الانسولين بيعمل خلل في التمثيل الغذائي او في الهايد، او في افراز الانسولين بيعمل لنا خلل في ايض كل من الجلوكوز في التمثيل الغذائي بتاع الجلوكوز والدهون في الجسم، ده بسبب نقص الانسولين، مما يسبب مرض البول السكري. اعراض المرض البول